الخبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع، حكومة بينيت تعمل على توسيع اتفاقات أبراهام، نقرأ في المونيتور الأمريكية. ومن جديد إلى الولايات المتحدة، في بيزنس إنسايدر نقرأ غالبية المصوتين لترامب، حان وقت تقسيم أمريكا إلى قسمين. ومن الشروق أونلاين الجزائرية نقرأ جشع البقاء في الرئاسة الفرنسية يحطم كل ما بناه، ماكرون يعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى نقطة الصفر. في الميادين نت، مقال للباحث في الشؤون العسكرية محمد منصور بعنوان هل تتمكن طالبان من تشغيل الأسلحة الأمريكية؟ كاتبة اليوم زهية جوير، ونسألها عن مادة الميادين نت تونس للترجمة يصدر دائرة المعارف الإسلامية. الحدث هذا اليوم، المقاومة اللبنانية وإسقاط المسيرات الإسرائيلية، دلالات القرار وتأثيراتها على الاحتلال، القلق الإسرائيلي ينمو. في جديد اليوم، المزيد من التظاهرات في البرازيل، المدن تغص بالمطالبين برحيل بولسونارو. وضيف اليوم أليف صباغ. أهلا بكم. حكومة بينيت تعمل على توسيع اتفاقات أبراهام للتطبيع، عنوان مقال لبن كاسبت في صحيفة المونيتور، حيث يقول الكاتب هل هناك دول عربية أو إسلامية أخرى في الشرق الأوسط أو في محيطه تفكر في الانضمام إلى اتفاقية التطبيع؟ إذا حكمنا من خلال الضجيج في أروقة السلطة الإسرائيلية فإن الجواب هو نعم. على ما يبدو هناك دول أخرى على التل، قدم هناك وقدم واحدة هنا تحاول تحديد الاتجاه الذي تقفز إليه. هل نشهد نضجا لعملية التطبيع والتوسع المستقبلي لدائرة السلام حول إسرائيل، أم هي مجرد مغازلة غير ملزمة مع احتمالات قليلة؟ من الصعب الإجابة. مصادر دبلوماسية إسرائيلية تقول إن إسرائيل تجري اتصالات مكثفة لكنها في مأزق حقيقي. من ناحية، تنظر الدول بحسد إلى اندفاعة التجارة الثنائية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. من ناحية أخرى، لا يدعم الرأي العام في تلك الدول دائما التقارب مع إسرائيل. تدرك الإدارة الأمريكية جيدا هذا التطور وتداعياته والضرر الذي أحدثه الانسحاب المذعور من أفغانستان لهيبة الولايات المتحدة وصورتها وردعها. الأمريكيون يشجعون هذا الاتجاه. نبقى في ملف التطبيع. هذه المرة ننتقل إلى صحيفة هارتس الإسرائيلية، وهذا مقال لزعيم صوفي باكستاني هو بيير ميتسر بعنوان من دون تطبيع مع باكستان السلام لن يكون كاملا. يقول إن الربط بين الدراسات الزراعية المتقدمة في إسرائيل و400 مليون دنم من الأراضي الزراعية والعمالة الرخيصة في باكستان يمكن أن يكون موائمة مثالية. المياه والطاقة هما التحديات في باكستان اليوم، الإدارة وليس توفرهما هي الإشكالية. في الوقت الذي تعرف فيه إسرائيل بأنها متقدمة في إدارة موارد المياه والطاقة، وهذا بالإضافة إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني CPEC الذي هو عامل تغيير للواقع في منطقة يعيش فيها نصف سكان العالم، وباكستان هي بوابة الدخول إليه. اتفاقات أبراهام تجلب سلاما وفق تعبير الكاتب، لكنه لا يكون كاملا ما دام ليس هناك تطبيع بين باكستان وإسرائيل. وفي المجال الأمني، باكستان يمكنها أن تضمن سلامة إسرائيل، وإسرائيل يمكنها أن تضمن استقرار باكستان. إنها حالة رابح رابح للبلدين والشعبين، إنها فقط مسألة توقيت كيف ومتى يفتح البلدان نافذة الفرص المغلقة. نرحب من جديد بضيفنا من الجليل الأستاذ أليف الصباغ، وأنت باحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك أستاذ أليف. وأبدأ معك من الحديث عن التطبيع من جديد والدعوة إلى توسيع هذه العملية. أبدأ معك من سؤال، بعد عام على اتفاقات أبراهام، ما الذي تغير بعد تطبيع بعض الدول علاقاتها مع إسرائيل؟ كيف أثر ذلك على المحور بشكل عام وعلى المنطقة؟ أولا، هناك من يقول بأنه هذا التطبيع فاشل وأن كل الاتفاقيات هي فاشلة وليس لها أهمية، وأنا أختلف مع الإخوة
أصدقاء في هذا الموضوع. إسرائيل لم تكن تحلم أنها تستطيع إقامة علاقات مع الخليج دون أن تدفع ثمنا في الملف الفلسطيني، ولكن كما حصل في 100 سنة الماضية يحصل الآن، يأتي الفرج لإسرائيل من عند الأنظمة العربية الرجعية. هذه المرة أتاها الفرج من الإمارات ومن البحرين ولاحقا السودان والمغرب، وبالرغم من وجود هذه العلاقات تحت الطاولة ولكنها معروفة أصبحت فوق الطاولة. وأهمية أن تكون فوق الطاولة هي أهمية يعني ليست قليلة، لأن ما يمكن فعله تحت الطاولة يبقى صغير بالحجم ويبقى دون فاعلية وتأثير على المدى الأوسع، ولكن عندما يخرج فوق الطاولة ويأخذ شرعية قانونية يصبح له تداعيات أكبر وفاعلية أكثر. إسرائيل في هذه الاتفاقية أرادت أن تدخل مرحلة جديدة من استراتيجية الحركة الصهيونية. يعني يتحدثون في إسرائيل عن الدائرة الأمنية الأولى، الدائرة الأمنية الثانية، والدائرة الأمنية الثالثة. الآن في الدائرة الأمنية الثالثة، يعني يتحدثون أن الأمن الإسرائيلي يجب أن يكون في إطار في نصف قطر 1500 كيلومتر من القدس. يعني يجب أن يصل الطيران الإسرائيلي والأمن الإسرائيلي والأجهزة الإسرائيلية إلى بعد 1500 متر عن القدس في حركة دائرية. يعني الخليج حتى بحر العرب هو ضمن المجال الأمني الإسرائيلي. نعم. وليس صدفة أن الغواصات من الصناعة الألمانية التي قادرة أن تحمل رؤوس نووية، يعني أقصد الغواصات الإسرائيلية، تمر في قناة السويس وفي البحر الأحمر وتمر إلى بحر العرب هناك وترسو في بحر العرب. إذن هذه الشرعية لم تكن ممكنة، هذا الأمر لم يكن ممكنا لولا الشرعية التي أعطيت لهذا ما يسمى الأمن الإسرائيلي في من قبل الأنظمة الخليجية الرجعية. نعم. هذا حلم الحركة الصهيونية، جاء دون أن تبذل جهدا كبيرا، جاء بقرار من ترامب، ونحن نذكر كان بنيامين نتنياهو في اجتماع حكومة، وصل تليفون من ترامب وتحدث معه ترامب أن هناك صفقة مع الإمارات والإمارات مستعدة. هذا الأمر، هنا أريد أن أضيف شيئا جديدا، لم يكن ممكنا لولا الوضع الفلسطيني السيء. الوضع الفلسطيني ليس فقط المطبع وإنما المتعاون مع الاحتلال. وبالتالي ماذا نقول لأنظمة الخليج إذا كنا نحن نتعاون مع الاحتلال؟ وهذا معروف للجميع، التنسيق الأمني هو تعاون مع الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وضد المقاومة. نعم. وبالتالي تأتي أنظمة الخليج وتقول للسلطة أنتم تتعاونون أمنيا مع إسرائيل، فماذا تريدون منا؟ هذه ذريعة تبرير، ولكن هذه حقيقة واقعة يجب أن نعترف بها. نعم. ومن هذه الحقيقة ومن هذا الحلم الذي كان بعيد المنال على إسرائيل، هناك جزئية مهمة وتنظير لعملية سلام وتطبيع مع باكستان، وهي بوابة لمنطقة يسكنها نصف سكان العالم، غنية في كل الموارد، الماء والطاقة وغيرهما. ولكن على الرغم من ذلك هناك أرضية شعبية واسعة ربما ترفض التطبيع مع إسرائيل في باكستان. لماذا ينظر إلى علاقات جيدة مع إسرائيل في هذا الوقت مع باكستان؟ عندما تحدث شمعون بيريس في ظل اتفاقية أوسلو، في ظل النقاش على اتفاقية أوسلو، تحدث عن 3 أنواع من الحدود لإسرائيل. في حد سياسي اللي مش معروف وينه لغاية الآن، قال حد أمني يصل إلى ما يسمى الدائرة الأمنية الثالثة، وحد اقتصادي وحدود اقتصادية ليس لها يعني تحديد فعلي. يقصد بالحدود الاقتصادية هي الوصول إلى
إندونيسيا والوصول إلى باكستان والوصول إلى الصين حتى، هذه الحدود الاقتصادية لإسرائيل. باكستان دولة كبيرة، وأفغانستان دولة كبيرة، وأفغانستان على فكرة اشتغل فيها الموساد خلال فترة الحكم الأمريكي، الاحتلال الأمريكي فيها اشتغل فيها الموساد شغل كبير، وموجود في باكستان أيضا. يعني العلاقة الباكستانية البريطانية التاريخية تسمح للموساد الإسرائيلي أن يعمل فيها كثيرا، وعمل ومازال يعمل. نعم، يعني باكستان يمكنها أن تضمن سلامة إسرائيل، وإسرائيل يمكنها أن تضمن استقرار باكستان، هكذا ينظر الكاتب الباكستاني. هل هذه مؤشرات على مرحلة مقبلة ربما يتم فيها الدفع نحو اتفاقية تطبيع مع إسرائيل بطرق مختلفة؟ نعم، هي ليست مؤشرات، هي دعوة. نعم، أكثر منها مؤشرات، هي دعوة. وصدرت دعوة أخرى من كاتب باكستاني بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، يقول إنه إسرائيل بواسطة حلفائها في الخليج تستطيع أن تتدخل في أفغانستان لمصلحتها، يعني لمصلحة إسرائيل أن تكون بديلا لأمريكا. وهذا يعني أنا أقول وأنبه، هذا يحصل الآن، هناك تدخلات عربية إماراتية في أفغانستان، اقتراحات إماراتية في أفغانستان لضمها إلى اتفاقيات أبراهام، لما يسمى إصلاح ديني في أفغانستان بموجب اتفاقيات أبراهام، وهذا الأمر ينطبق أيضا على باكستان. يعني إذا بدكم إنه ما حدا يقول عنكم مسلمين متطرفين، تعالوا خذوا مننا الوصفة الطبية، هذه الوصفة الطبية الإسلام جديد، إسلام إبراهيمي. ومستعدين أن يدفعوا مليارات في هذا الأمر حتى يتم ذلك. إذن هناك محاولات إسرائيلية، وأضيف جملة واحدة، كل ما يسمى زراعة إسرائيلية وتكنولوجيا زراعية إسرائيلية هي في الأساس من وزارة الزراعة في أمريكا التي يسيطر عليها اليهود هناك. ليس هناك تطوير زراعي في إسرائيل، هذه كذبة كبيرة. الإسرائيليون سعداء بحكومتهم الجديدة المملة، لكن الهدوء له ثمنه. عنوان مقال في واشنطن بوست يبدأ بهذه الجملة: نفتالي بينيت ممل. بعد 100 يوم من ولايته برزت هذه الصفة كالميزة الأكثر جاذبية لرئيس الحكومة الإسرائيلي، والميزة الأخطر أيضا. فلتشاهدوا بيانه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: طالما استطعتم البقاء مستيقظين، أظهر أنه يستطيع التحدث باللكنة الأمريكية بطلاقة كالإسرائيلي السابق الآخر بنيامين نتنياهو. وفي محاولة لإزالة الطابع الرسمي عن حديثه، توجه بينيت من حين إلى آخر للحضور بأصدقائي كما كان نتنياهو يفعل. كذلك على غرار سلفه، كرس جزءا كبيرا من وقته لإيران، غير أنه لم يستخدم أدوات بصرية مثل رسم قنبلة. أما الجانب الأكثر خداعا في الخطاب فهو ما لم يتطرق له، فلم ينطق بكلمة فلسطيني. وفي معجم بينيت، ما من احتلال ولا صراع مع جنسية أخرى على أرض مشتركة، وفق المقال، إن ثمن وقف إطلاق النار الداخلي هذا هو التهرب من القضايا الأكثر جوهرية لطابع إسرائيل ومستقبلها. الاحتلال المستمر والصراع الذي لم يجري حله مع الفلسطينيين. أستاذ أليف، أين تكمن الخطورة فعليا في شخصية بينيت، وأيضا هذه الحكومة الموجودة الآن في إسرائيل؟ إلى أي مدى هي قادرة على أخذ إسرائيل وجذب دول أخرى نحو عملية التطبيع معها؟ يعني أنا لا أريد أن أطيل في هذا الجواب، لأني كتبت مقال في الميادين الأسبوع الماضي عنها، عن خطاب بينيت. بينيت أهم ما جاء في خطابه هو ما لم يأتي في خطابه، هو أنه أنكر وجود الشعب الفلسطيني، ليس أنكر وجود قضية، وإنما أنكر وجود الشعب الفلسطيني بأنه لم يذكر ذلك بكلمة واحدة، وكأنه لا يوجد شعب فلسطيني. عدا عن ذلك، بينيت استعمل في مقدمة حديثه، في الجملة الأولى من حديثه وفي الجملة الأخيرة من حديثه، استعمل مقولات دينية صهيونية عفى عليها الزمن، وكأنه يعيدنا إلى البداية، يعيدنا إلى البداية. واستخدم أسلوب بنيامين نتنياهو في الخطابة، أضاف عليه أنه يعني بدون ورقة، كان حافظ خطابه عن غيب وبدون ورق، استعمل هذا الأسلوب
وأسلوب يعني كيف يتوجه للحضور أصدقائي ويلتفت يمينا وشمالا، وأحيانا يستخدم هزة الرأس اللي بيستخدمها نتنياهو بشكل عام. إذا هو حاول أن يقلد نتنياهو، خاصة أنه يعرف له، هو مواليد أمريكا ويعرف اللغة الإنجليزية جيدا. إذا حاول يستخدم هذا لأنه هذا يرضي الجمهور الإسرائيلي، أنه أحد المآخذ على يائير لابيد على سبيل المثال لا يتقن اللغة الإنجليزية بشكل جيد، بينما نفتالي يتقن اللغة الإنجليزية. وإحدى صفات بنيامين نتنياهو التي ينبهر بها الإسرائيلي أنه يتقن اللغة الإنجليزية جيدا ويعرف كيف يتعامل مع المستمع الأمريكي. إذا في الشكل كان نفتالي بنت قريبا إلى بنيامين نتنياهو، في المضمون إلى حد ما حاول تقليد بنيامين نتنياهو، ولكن أضاف لبنيامين نتنياهو أنه أنكر وجود الشعب الفلسطيني. هنا يعني يجب أن يقال للسلطة الفلسطينية بشكل واضح ولغير السلطة الفلسطينية، مع من ستتفاوضون؟ مع من ينكر وجودكم؟ تبحثون عن يعني العودة إلى المفاوضات بموجب المقابلة. هو أخطر، هو أخطر، أفهم منك أنه أخطر من نتنياهو؟ نعم، هو أخطر من نتنياهو؟ هو أخطر من نتنياهو في الوقت الحاضر، لأنه يحظى بدعم أمريكي ومباركة وحماية أمريكية. ولكن هذا ربما أستاذ أليف سيوحد الفلسطينيين أكثر مما شاهدنا أيضا حتى في معركة سيف القدس، لأنه الوقت يداهمنا. ننتقل إلى الشأن الأمريكي، حيث نقرأ من بيزنس إنسايدر نتائج استطلاع للرأي. أغلبية مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب 52% يدعمون انشقاق الولايات الحمراء عن الاتحاد الفيدرالي وإنشاء دولة منفصلة. الاستطلاع الذي أجراه مركز السياسة في جامعة فيرجينيا خلص إلى أن النتائج تدل على عمق الحرب الأيديولوجية الدائرة في الولايات المتحدة ومدى كراهية أنصار الحزبين للطرف الآخر، ويظهر ذلك من خلال النسبة العالية في التشكيك المتبادل، إذ أن أكثر من 80% من الذين صوتوا لبايدن أو ترامب يشككون في سياسات الطرف الآخر وتأثيراتها. أستاذ أليف، فقدان الثقة بين الديمقراطيين والجمهوريين، الانقسام الخطير بين ناخبي ترامب وبايدن، تأييد الانفصال عن الاتحاد الفيدرالي، ما هي الأسباب المباشرة التي أدت إلى ظهوره على السطح بهذه الطريقة، وهل يمكن إصلاح هذا الشرخ؟ شوف، إحنا العرب والفلسطينيين بشكل خاص المناهضين للسياسة الأمريكية لا نرى دائما الفرق بين أو الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين. الصراعات الداخلية في أمريكا لا تنعكس على موضوعنا، على القضية فلسطين وعلى القضية العربية بشكل عام، وبالتالي لا نرى هذه الفوارق. ولكن من يعيش في أمريكا ويرى الصراعات الداخلية في أمريكا والصراعات بين يعني قوى مختلفة على شكل الحكم وعلى تقسيم الثروة وعلى الصراعات طبقية موجودة وصراعات بين تجمعات مدنية وعسكرية، يعني المجمع العسكري النفطي العسكري في الولايات المتحدة مختلف، وبالتالي هناك صراعات داخلية ليست جديدة في الولايات المتحدة، هي تتعمق أكثر وأكثر. شاهدناها في عندما خسر ترامب أو في ظل حكم ترامب، وعندما خسر السلطة ترامب، الحديث عن انفصال ولايات من الدولة الكبرى هذا حديث قديم ليس جديد، ولكن يتجدد كلما يعني زادت واحتدت الصراعات. هل يمكن أن يحصل ذلك قريبا؟ أنا لا أرى الأمور قريبة، ولكن أرى أنها ذاهبة في اتجاه تفكك الولايات المتحدة. عندما تضعف الولايات المتحدة ولا تعد الدولة العظمى الوحيدة، يبدأ الصراع الداخلي في
التفجر أكثر ويأكل الأمريكي صديقه الأمريكي الآخر. نعم، من إيران نرصد متابعة الصحف الإيرانية لتطورات الأزمة مع أذربيجان. وحيد عظيم نيا كتب في صحيفة رسالة تحت عنوان علاقات طهران وباكو في منعطف ممر زنجزور. يرى الكاتب أن تركيا وأذربيجان تسعيان للسيطرة على ممر زنجزور بهدف قطع الاتصال البري بين إيران وأرمينيا، وبالتالي قطع أهم طريق بين طهران وأوروبا، وهي خطة لمحاصرة إيران اقتصاديا، معتبرا أن السياسة الجديدة التي تظهرها باكو تحتاج إلى تحليل دقيق. فتصريحات مسؤوليها ذات البعد القومي تذكر إيران بنمط تصريحات صدام حسين واستغلاله للقواسم المشتركة التي تجمعه عرب جنوب إيران، مما يعكس أن أذربيجان حاليا أداة لتنفيذ سياسات يتم توجيهها من خارج المنطقة، وأنها اليوم تنفذ سياسة لمثلث ضلعه الأول الكيان الصهيوني الذي يحاول التحريض ضد إيران من جهة كردستان العراق، واليوم من جهة أذربيجان. أما الضلع الثاني فهو تركيا، والضلع الثالث وفق الكاتب فهو أمريكا. إذن أستاذ أليف، فيما نتابع هذا الحديث أيضا ذكرت أنت توجه الإسرائيلي نحو أفغانستان نحو باكستان هي محاولة لمحاصرة إيران بطريقة جديدة ربما، كيف يمكن أن تنعكس كل هذه التطورات على المنطقة وما هي تداعياتها؟ يعني هو ليس جديد، العلاقات الإسرائيلية مع أذربيجان ليست جديدة، هي قديمة وخطيرة جدا منذ أن بدأت لغاية اليوم. يعني أنا في العام 2010 كتبت مقال حذرت فيه من أنه احتمالية أن تهاجم إسرائيل إيران ليس بالضرورة أن يكون ذلك من المنطقة العربية من الخليج، لأن هناك مصالح أمريكية في الخليج تخشى أمريكا أن تصاب، أن يكون الرد عليها. الاحتمال أن يكون من أذربيجان، لأن هناك قواعد عسكرية متقدمة جدا في أذربيجان ضد إيران. هذه العلاقات قديمة ويستغل فيها علييف، سابقا كان حيدر علييف، اليوم ابنه إلهام علييف، واستغل فيها بشكل كبير لأنه إنسان فاسد إلى حد أنه يحاول أن يستولي على ثروة أذربيجان وعلى كل ما يدخل أذربيجان ويخرج من أذربيجان. إذن هذا الاستغلال للنظام الفاسد في أذربيجان من قبل إسرائيل يلعب بشكل كبير لصالح إسرائيل في مواجهة أذربيجان، خاصة وأن هناك أقلية، ليست أقلية، هناك 18 مليون أذري في شمال إيران يتصلون مع حوالي 8 مليون أذري في أذربيجان. تحاول إسرائيل أن تؤجج هذا الصراع بين الأذريين من ناحية وبين النظام الإيراني من ناحية أخرى، بين الأذريين الإيرانيين والأذريين في أذربيجان. تعمل على هذا الموضوع، نعم، وتساعدها في ذلك تركيا، تساعدها في ذلك تركيا. وأنا أتوقع يعني أن تدخل العلاقات التركية الإيرانية توترا في القريب، لأنه تركيا تحاول أن تسرق طريق الحرير من إيران، أن تسرق عبر شمال أفغانستان إلى تركمانستان وإلى تركيا، وحتى إلى ممكن إلى أذربيجان ثم إلى تركيا. هذا المخطط التركي العثماني لابد أن يصطدم بالمصالح الإيرانية، وكما يصطدم الآن بالمصالح العربية عامة وليس فقط مصالح سوريا. لو فهم العرب في الخليج أطماع أردوغان كانوا سينضمون إلى سوريا بكل ما لديهم لمواجهة العدو العثماني، ولكن عندك بدك ناس حطوا براسهم عقل. نعم نعم أستاذ، إلى ختام هذه الجولة على الصحف من الجزائر ومن صحيفة الشروق التي نقرأ منها جشع البقاء فالرئاسة الفرنسية يحطم كل ما بناه. ماكرون يعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى نقطة الصفر.
أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مربع البداية بتصريحات مستفزة في خطوة فاجأت المراقبين، مثلما كشفت مدى هشاشة العلاقات الثنائية الموبوءة بالعديد من الملفات المسمومة وفق المقال. وفي خرجة غير معهودة أقدم الرئيس الفرنسي على توظيف عبارات غير مسؤولة عندما وصف السلطات الجزائرية بالنظام السياسي العسكري، وكذا بالإمعان في زرع الفتنة بين مكونات صناع القرار من خلال التفريق بين المكون المدني والعسكري، وهي سابقة قد تكون لها تبعات خطيرة على العلاقات الثنائية مستقبلا. الأخطر من كل هذا هو الانحدار الرئيس الفرنسي إلى مستوى سحيق من الانحراف في النقاش، بشكل جعله يشكك حتى في وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي في عام 1830، وكأن الجزائر كانت أرضا مستباحة. عندما راح يتساءل هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال. تصريح تفوح منه رائحة لا مسؤولية من مسؤول يرغب في استرضاء شرذمة من اليمينيين من أجل البقاء في قصر الإليزيه ولو على حساب قيم الجمهورية الفرنسية ومبادئ الاحترام المتبادل بين الدول. أستاذ أليف، يعني عنده باقتضاب لو سمحت، عند كل انتخابات ربما يتم الحديث عن منطقتنا وكأنها مستعمرات، إلى أي مدى ما زالت الحسابات الفرنسية مرتبطة بالتدخل في شؤون بلادنا الجزائر ولبنان مثلا؟ باقتضاب لو سمحت. بدون شك يعني فرنسا ما زالت تحلم أن تكون منتدبة من جديد على منطقتنا، وماكرون بالذات بصفته ممثل صندوق النقد الدولي ومرته ممثلة أو بنت البنك الدولي، يعتقد أنه يستطيع أن يسوق نظريات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى هذه الشعوب المستضعفة، وبالتالي هو يحاول التدخل في لبنان بصفته يعني أبوتروبوس، ويحاول التدخل في سوريا، ويحاول التدخل في تونس والجزائر وليبيا وفي كل مكان، من منطلق أنه يعني فرنسا هي البديلة لأمريكا، هي المستعمرة الجديدة المتجددة المتجدد دورها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا الدور الفرنسي الذي يحلم به ماكرون مدعوما من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. نعم. إضافة إلى ذلك، لو فهم ماكرون ما هو مفهوم الأمة لما تحدث ما حصل، ولكن ماكرون على قد عقلاته بحكي. وصلت الفكرة. الآن إلى فقرة كاتب اليوم، حيث نسأل مديرة معهد تونس للترجمة زهية جويرو عن تفاصيل ما نشرت عنه الميادين نت في صفحتها الثقافية بعنوان تونس للترجمة يصدر دائرة المعارف الإسلامية. قبل النقاش نشاهد هذا التقرير. تونس للترجمة يصدر دائرة المعارف الإسلامية، الميادين نت. بالتزامن مع اليوم العالمي للترجمة، نظم معهد تونس للترجمة تظاهرة ثقافية في مدينة الثقافة بالعاصمة التونسية، قدم فيها إصداره الأخير بعنوان دائرة المعارف الإسلامية مختارات. وتعد هذه الموسوعة من أهم مصادر البحث في الدراسات العربية والإسلامية، وساهم في تأليفها مختصون عالميون في التاريخ والحضارة واللغة والمجتمع الإسلامي، وفق تصريحات مديرة المعهد زهية جويرو. بدأ معهد تونس للترجمة في تعريب مختارات منها من اللغة الإنجليزية منذ العام 2016، وبلغ عدد المداخل المترجمة 209 مداخل بجهود مشتركة بين 45 مترجما ومترجمة من تونس. ونشرت المختارات المعربة في 4 مجلدات، علما أنها لا تختص بالباحثين والمختصين في الدراسات والتاريخ الإسلاميين فقط، بل إنها إصدار موجه أيضا إلى عموم القراء الذين تعنيهم مثل هذه المواضيع، خاصة أنها تأتي في سياق يحتاج فيه القارئ العربي إلى نوع جديد من المعرفة بالإسلام بعد أن طغى الصوت المتطرف والمنغلق بحسب جويرو. نرحب بالأستاذة زهية جويرو، وأنت أستاذة جامعية ومديرة معهد تونس للترجمة، أهلا بك في هذه الحلقة من بالحبر الجديد. نبدأ بالحديث عن أهمية هذه المجموعة وكيف تثري المكتبة العربية والإسلامية. مرحبا، أهلا وسهلا. دائرة المعارف الإسلامية هي كما تعرفون دائرة تصدرها
أو أساساً والناشر الأصلي لها هو مؤسسة بريل، هذه المؤسسة المختصة في نشر كتب التراث الإسلامي وفي نشر الدراسات الإسلامية. تولى معهد تونس للترجمة اختيار بواسطة لجنة علمية اختيار عدد من مداخل هذه الموسوعة، كما ذكر في التقرير بلغ 209 مداخل، وتمت ترجمتها من ترجمها 45 بين مترجمة ومترجم من تونس. فاختيارنا لهذه الموسوعة لترجمتها إلى العربية مندرج في سياق استراتيجية الترجمة للمعهد التي تعمل على تمكين القارئ العربي من الاطلاع على أفضل ما يصدر بلغات أجنبية ومما له علاقة خاصة بقضايانا وبثقافتنا ومما يمكن أن يساهم في تطوير المعارف في المجال العربي وباللسان العربي. وأيضا يختار أن يترجم أفضل ما يصدر في تونس وفي تونس لترجمته إلى بعض اللغات الأجنبية. نعم. من أجل التعريف أيضا بالإنتاج العربي لدى الناطقين بغير اللسان العربي. نعم. في هذا السياق جاءت ترجمة مختارات من دائرة المعارف الإسلامية. وهذا يدفعنا لنسأل أستاذ أليف، يعني عندما نتحدث عن ترجمة مجموعة صدرت تخص الحضارة الإسلامية ولكنها كتبها مستشرقون غير عرب نترجمها لنقرأها بلغتنا، نسأل عن أهمية الترجمة لإيصال قضايا الشعوب للعالم وأيضا لنقل هذه الحضارات بلغتهم وكما يرونها هم بالتحديد، ونسأل عن القضية الفلسطينية وأهمية ترجمة كل ما يجري. يعني أنا لا أريد أن أشكك بشيء ولكن أريد أن أطرح أسئلة. نعم. بناء على تجربة الماضي، عندما أعادوا ترجمة الإنجيل المقدس وأعادوا طباعة الإنجيل وأقصد المسيحيين الصهاينة في الولايات المتحدة وغير الصهاينة أيضا، يعني اكتشفنا أنه هناك في الترجمة بعض الاختلاف. نعم. بعض الاختلاف تحول إلى ترويج لشرعية يهودية لشرعية صهيونية حتى. نعم. وللرواية اليهودية. آمل ألا يكون في ترجمة هذه النصوص إلى العربية أي شيء إبراهيمي. آمل أنا دعنا نسأل الأستاذة زهية جويرو عن هذا الموضوع لأن الوقت يداهمنا لنفهم منها فعليا بماذا تختلف هذه المجموعة عن غيرها من الإصدارات التي تتعلق بما يخص الإسلام. ما تختلف فيه هو أن هذه الموسوعة يشهد لها كل المختصين في الدراسات ذات الصلة بالإسلام تاريخا وحضارة ودينا وشعوبا وجغرافيا وغير ذلك بأنها يعني تعد الأكثر التزاما بشروط الموضوعية. إضافة إلى ذلك اللجنة العلمية التي تتكون من أساتذة جامعيين التي تولت اختيار هذه المقالات من هذه الموسوعة هي لجنة علمية أخذت بعين الاعتبار أيضا شروط الموضوعية والعلمية، فلم تختر سوى المقالات التي تتوفر فيها أكبر نسبة من هذه الشروط. بطبيعة الحال عندما نتحدث أريد أن أشير إلى أن دائرة المعارف الإسلامية لم يكتب فيها مستشرقون فقط، بل كتب فيها علماء وباحثون من كل البلدان العربية والإسلامية ممن هم مختصون في المواضيع التي كتبوا فيها. لذلك لا يمكن أن نعتبر هذه الموسوعة كلها تعكس وجهة النظر الاستشراقية الكلاسيكية أو ذات التوجه غير العلمي وغير الموضوعي. هذا من جهة. إضافة إلى ذلك اللجنة العلمية التي اختارت هذه المقالات التي ترجمناها
أخذت بعين الاعتبار هذه الشروط أيضا، فلم تختر سوى المقالات الأكثر تمثيلا لهذا التوجه العلمي والموضوعي. نعم. الذي نريده. شكرا جزيلا لك أستاذة زهية جويرو على وجودك معنا، وأنت أستاذة جمعية ومديرة معهد تونس للترجمة. الآن إلى جولتنا في الميادين نت، ونبدأها من موقعنا باللغة العربية، حيث نتابع آخر تطورات المشهد بين إيران وأذربيجان، المشهد الانتخابي في العراق، والتطورات بين الجزائر وفرنسا، بالإضافة إلى ملفات إقليمية ودولية أخرى. من صفحة المقالات اخترنا لكم مقال الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية محمد منصور بعنوان هل تتمكن طالبان من تشغيل الأسلحة الأمريكية؟ يخلص فيه إلى أن الأيام المقبلة ستظهر ما إذا كان الطالبان ستتمكن من استيعاب الأسلحة وتنظيمها لاستخدامها بشكل فعال، أو أننا قد نرى بعض هذه الأسلحة بحوزة أطراف أخرى. من صفحة الفنون اخترنا لكم هذا الخبر، مركبة روسية تباشر في الخامس من الشهر الجاري رحلة تصوير أول فيلم في الفضاء. أما تكنولوجيا أو في التكنولوجيا نقرأ ماذا تفعل إذا تم اختراق حساب الواتساب الخاص بك؟ سؤال يؤرق كثيرين وتجدون إجابته في هذا التقرير. إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية حيث تتابعون آخر الأخبار السياسية والثقافية والبيئية حول العالم. نبدأ جولتنا من صفحة المقالات، حيث يقارن بابلا ساباغ في مقاله بين الهزيمة الأمريكية في أفغانستان والهزيمة الأمريكية في فيتنام، وعنوان المقال في فيتنام كان عمره 19 عاما وفي أفغانستان كذلك. وفي إنفوغراف الميادين نتابع في ظل الأزمات الأمريكية المتتالية انخفاض معدلات التأييد للرئيس الأمريكي جو بايدن. وتشاهدون في الموقع أيضا باقة من الفيديوهات اخترنا منها هذا الفيديو عن استمرار التظاهرات في البحرين ضد التطبيع. إلى موقع الميادين إسبانول نقرأ بالإسبانية أخبار العالم العربي وأمريكا اللاتينية والعالم أيضا. نبدأ مع هذا الخبر بعنوان القضاء البوليفي يمدد اعتقال جانين أنييز الاحترازي لستة أشهر أخرى. ومن فقرة تخيل التي يعدها فريق موقعنا باللغة الإسبانية نشاهد هذا الفيديو عن اليمن بعنوان بلد منسي يواجه أسوأ أزمة إنسانية. Imagínate que existen aquí unas 20 millones de personas que necesitan protección y ayuda y que a solo un 20% de los pobladores llega la ayuda humanitaria. ونبقى في الفيديو ونشاهد أيضا موضوعا لا يقل خطرا، الأمازون في خطر. الحدث هذا اليوم وجديد اليوم بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الحدث هذا اليوم إسقاط المقاومة اللبنانية لمسيرات الاحتلال، وجديد ذلك إسقاطها سالمة. قرار يبدو أن المقاومة تنفذه وفق حساباتها الميدانية، والأهم أنه يمثل مبعث قلق إسرائيلي جديدا من تداعياته، فما يبدأ بالمسيرات الصغيرة قد لا يتوقف عندها. وهنا مكمن الخوف الإسرائيلي في ظل استراتيجية الصمت المتعمد من المقاومة عن قدراتها. قبل النقاش في الحدث هذا اليوم مع ضيفنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية أليف صباغ، نذهب إلى جولة على أبرز ما ورد في الصحف الفلسطينية مع مراسلتنا في رام الله نسرين سلمي. صباح الخير نسرين، تفضلي. صباح الخير يا رب. عناوين مختلفة تناولتها الصحف والمواقع الفلسطينية ركزت في معظمها على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين. نبدأ مع صحيفة الأيام حيث نقرأ منها مستوطنون يقتحمون شرق طوباس لإقامة بؤرة، الاحتلال يعتدي على مسيرة في قرى مسافر يبطا. في صحيفة القدس نقرأ الاحتلال يقدم اليوم لوائح اتهام ضد أسرى نفق الحرية، وفي التفاصيل سيقدم الادعاء الإسرائيلي لوائح اتهام أمام محكمة الناصرة المركزية بحق الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع بداية الشهر الماضي، إلى جانب خمسة أسرى آخرين يشتبه بأنهم ساعدوهم. في موقع فلسطين أونلاين نقرأ
وفد من قيادة حماس برئاسة هنية يتوجه إلى القاهرة. ونبقى في موقع فلسطين أونلاين حيث نقرأ مقتطفات من مقال لإياد القرة بعنوان سيف القدس وحد السيف. يقول الكاتب: على مدار 4 شهور متواصلة من إدارة التفاوض بين الاحتلال والمقاومة بأشكال عديدة ومختلفة، استطاعت المقاومة أن تكسر قواعد أراد الاحتلال ترسيتها بعدم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل المعركة، ويربط أي خطوات في التعامل مع غزة بملف الجنود، وهو ما تراجع عنه الاحتلال وعلى لسان رئيس الحكومة أمام تمسك المقاومة بمواقفها. ويخلص الكاتب إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى الإدارة الحكيمة لمعركة سيف القدس التي أرست قواعد جديدة في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي نحو الصراع حول القضايا الكبرى. هذه كانت أهم العناوين الصادرة في الصحف والمواقع لهذا اليوم. نعم نسرين، فيما يخص محاكمة الأسرى 6 الذين انتزعوا حريتهم، ما الجديد وآخر تطورات فيها باقتضاب لو سمحتي؟ طبعا المحكمة بدأت منذ ساعات الصباح في محكمة الناصرة، ونيابة الاحتلال أسقطت التهم الأمنية التي كانت تنوي تقديمها أو اتهام الأسرى بها، وفقط اتهمتهم بمحاولة الهروب أو الهروب من السجن، وهذا تراجع عما كانت تخطط له من أنها كانت ستتهمهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات في الداخل المحتل، فقط تتهمهم اليوم بالهروب من السجن، وهذه عقوبة يعني عقوبتها حوالي 7 سنوات. أيضا اتهمت 5 من الأسرى في سجن جربوع بمساعدة الأسرى 6، وأيضا هذه عقوبتها 7 سنوات، وطلبت أيضا إبقائهم في قيد الاعتقال حتى اتخاذ المحكمة إجراءاتها. أيضا تقدمت بملف سري إلى المحكمة واتهمت فيه الأسرى 6، قدمت ملفات سرية حولهم، وبالتالي هي ستواصل المحكمة جلساتها خلال الأيام المقبلة لإضافة عقوبة جديدة للأسرى. شكرا لك نسرين سلمي مراسلة الميادين، كنت معنا من رام الله. من جديد أرحب بك أستاذ أليفة الصباغ، ونتحدث عن إسقاط مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان قبل يومين، إسقاطها وهي بحالة جيدة، تصويرها بهذه الطريقة، هذا القرار ما هي تداعياته، وأيضا كيف ما هو وزنه في مسار الصراع اليوم؟ يعني دعيني أقول جملة قبل ذلك. بالأمس كنت في مظاهرة في ذكرى انتفاضة العام 2000، والتقيت مع عدد من الأصدقاء اللي نشتغل سوا، من تابع سوا الأمور. كان عندنا اتفاق في الرأي يقول إنه القوة الوحيدة بين كل القوى العربية التي تناهض إسرائيل، التي تعمل بعقل وبشكل صحيح ضد الهيمنة الإسرائيلية، هي حزب الله. نعم. إذن بإسقاط هذه الطائرة هو تجسيد حقيقي لكيف تقاوم، كيف تقوم هذه المقاومة بفعل صحيح. وإسقاطها سالمة يعني التعرف على ما بها من مركبات، والتعرف على كيفية مواجهتها في المستقبل أيضا، على تقنياتها وبرمجياتها. نعم. جيدة. ليس فقط يمكن تقليدها، وإنما يمكن مواجهتها، تطويرها أيضا، مواجهتها يعني مع تطوير. نعم. طيب هل بدأنا مرحلة جديدة، وأيضا من الصراع ربما إن صح التعبير في حرب المسيرات، أم أن الموضوع أيضا أكبر من ذلك؟ ولماذا يقلق الإسرائيلي ويخشى إلى هذا الحد؟ يعني حرب المسيرات ليست جديدة. إسرائيل بدأت يعني تتعامل مع المسيرات منذ عام 1970. نعم. أول مسيرة اشترتها إسرائيل عام 1970 من شركة أمريكية، وفعلتها عام 71 كطائرة تجسس تصور فقط صور ولا تبعث بالصور. دخلنا مرحلة جديدة من هذه الحرب؟ الآن يعني خلينا أقول كالتالي، في العام 99 كانت أول مرة إسرائيل أقامت وحدة خاصة تشغل مسيرات. نعم. الآن نحن في مرحلة أن المقاومة قادرة أن تسقط طائرات سليمة. سابقا
إيران أسقطت طائرة أمريكية كبيرة جدا، أسقطتها سليمة، ولابد أن يكون لهذا الإسقاط وسيلة جديدة. نعم، هذه الوسائل التكنولوجية الجديدة هي التي تخيف إسرائيل، لأن المعارك أو الحروب أو الصراعات بين الدول لا تكتفي بعدد القوات ونوع القوات. المعارك تحسم في نهاية الأمر بمن يمتلك العلوم ومن يمتلك التكنولوجيا هو الذي يربح الحرب. نعم، وهذا يعني أنه لدى المقاومة قدرات تخيف إسرائيل. هذا يعني بموجب التفكير الإسرائيلي أن المقاومة اللبنانية تمتلك من القدرات البشرية ما تستطيع أن تطور تكنولوجيا وعلوم تتحدى التطورات الإسرائيلية، وحتى وإن كانت مستوردة أو مطورة من التكنولوجيا الأمريكية. نعم، الآن إلى جديد اليوم. جديد اليوم من أمريكا اللاتينية، حيث احتشد البرازيليون في عواصم عدة ولايات للاحتجاج على الحكومة والدعوة إلى عزل الرئيس جاير بولسونارو. ففي ساو باولو رفع المتظاهرون لافتات مناهضة لبولسونارو وهتفوا محتجين على التضخم وارتفاع أسعار الوقود وعلى طريقة تعامل الرئيس مع جائحة كورونا. وبحسب المنظمين فقد جمعت الاحتجاجات أحزاب يسار الوسط ونقابات العمال والحركات الاجتماعية وشملت أكثر من 200 مدينة في جميع أنحاء البلاد. كل الشكر لك أستاذ أليف الصباغ الكاتب والخبير في الشؤون الإسرائيلية على وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. بالحبر الجديد انتهى، إلى اللقاء.